شو تشوفين؟ تفتحين أمانة هذا الشيء جرايدك، يبون هو يقطون هذا الشيء بالديرة. تفتحين الجرايد يوميا، انا اقرا صفحه الحوادث، إيه؟ هذا باق وهذا سرق وهذا قتل وهذا عمل هتك وهذا عرض. اماكن عند عفوا دعاره ايش احنا، هذا ما هو مجتمعنا. هذا ينعكس ويأثر على طبيعي، نفسية ولا هذه المواطن الطينة الكويتي الكويتية دكتور غنيمة. طبيعي. بس استاذة فاطمة، قبل انه يأثر وينعكس، احنا اذا وضعنا المشاكل ووضعنا الضوء عليها وعطيناها اهميه في لقاءاتنا وقعدتنا، يجب ان نضع الحلول في مؤسسات الدوله، مؤسسات كثيره، والعاملين والنشطين في ابواب الدوله كثيرين، يجب انهم يحطون فوكس على الظاهره السيئه. 65% من تعداد الكويت وافدين، 127 جنسيه، حتى احنا التعداد اكثر من امريكا اللي هي في 52 53 ولايه. تخيلي امريكا فيها 123 جنسيه، وهذا طبعا موثق، وانا احصائيات موثقه، ولكن لما انت تشوفين احصائيات تكتب ودراسات من ناس اكاديميين وتطبيق ميداني يقول لك الخلل عقبهم، مشاكلهم، سكنهم، اكلهم، شربهم، وكلهم مستفيدين لدولهم ومستفيدين لانشاء واعمار بلدهم، عليهم بالعافيه اذا هم يشتغلون صح، واذا هم يتركون بصمه لهذه الديره صح، ويروحون عليهم بالعافيه. ولكن ويلاه من ولكن يا استاذه نعم. فاطمه، يبون هم يقطونهم بهالديره وعدم ولائهم للبلد. اول شيء شوارعنا زحمت علينا، شوارعنا قصت، كل من عنده سياره ويسوق. هذه يبتيها، لان انا وحده اعاني من هالموضوع هذا. المسافه ما بين بيتي الى مؤسسه عملي، يسوقونهم ما شلون يسوقون. والله لو اروح مشي اوصل قبل، انا بيتي في الروضه واروح الى العديليه او الشاميه ياخذ منك 5 دقائق بالكثير، تقعدين ساعه ساعه الا ربع. صحيح الشارع صحيح. تختنق، والشوارع كل من يسوق وكل من غنيمه ما شلون يبونهم يعطونهم الياسين، يبونهم اعطاه اجازه مرور قال اسوق، ولا نايم عليك، ولا بداعمك، ولا حالتك حاله نفسيا نفسيا مرتاحه. احلى ما في الولاء النفسي هو الحب، عندما تحبين شيء تخافين عليه. مستحيل انت تحبين عيونك وتطزينها، مستحيل تحبين حتى حيوان اليف انت ربيتيه تاذينه. اللي يحب هذا البلد ما يأذيها. يجب أن توضع قوانين، تفعل القوانين، تعمل قوانين للدولة على أساس سمعت الإنسان. خبر بقطع كلامك الحين، سمعوا يا الكويتيين يا أهل الديرة قصة غنيمة الحيدر مخالفة، مو دورية واحدة، مخالفة دوريتين. هي مخالفة أنا أول مرة عاد يعني أسمع. أنت من وين سمعتيها؟ قريتها وسمعتها وقالوا ليها. سمعوا القصه شلون الدكتوره غنيمه الحيدر خالفت الدوريات، وش قصه الدوريات؟ والله صراحه يعني انت ذكرتيني في شيء، انا يعني انا مع القانون وانا احب القانون، وتحيه ومساء لوزير الداخليه الذين يعملون يعني جاهدين على سهرهم لراحتنا ونومنا. صراحه انا فعلا خالفت الدوريه. خالفتيهم؟ والله صراحه انا كنت، خلينا على الدوريه الاولى. انا صراحه يعني هاي الدوريه الاولى خالفتها، ويعني وذهبت الى طبعا اداره العاصمه كانت المخالفه، وقدمت بلاق وقدمت شكوى، بحيث اني انا لما كنت بلف فوق حدر وكانت الاشاره حمراء للشارع الجاي، فاذا سياره نجده تتجاوز الاشاره الحمراء وتقطع الدنيا، وطبعا بدون ما تشغل الصفاره، وانا توني بلف، ولما شفتها جايه مسرعه انا اتجهت الى الرصيف وبقيت اضرب الرصيف، ولو ما تمكني من القياده يعني لا قدر الله كان حصل شيء مو معقول. فانا ركضت ورا الدوريه، مسكت الاشاره الثانيه، كان هو اول المرحله كان في الاشاره في الصف الاول، ولكن في الاشاره الثانيه هو قف الصف الثالث، رحت له وانا سديت عليه ونزلت، قلت له انت في مهمه؟ قال لي لا. قلت له انت في دوريه مبلغ عن امر ما؟ قال لي لا. قلت له انت جايك انذار انك تتابع اي امر؟ قال لي لا، كلهم لا. قلت له عيل ليش شقت وطلعت عن الاشاره الحمراء وبغيت تدعمني وانت سويت كذي؟ قال انا كنت سرحان. قلت له انت سرحان وانت في نجدتك وانت كذا، انت غلطان، ومن ثم انا سحرر عليك، انا مخالفه. الظاهر هو حسبال انا مو متجاده، قال لي روح سوي لي تبين. وكان معاه شخص اخر، قلت له ليش انت ما تنبه؟ انتوا حماة الوطن، انتوا شعار لنا، ونطلب لكم سلام وتحيه، اذا هو سرحان انت نبهه. قال زين زين روحي. هو الظاهر يعني كلنا مواطنين، مهما كان الانسان على او صغر احنا مواطنين، الصغير يقول الحق انا احبه، والكبير اللي ما يقول الحق انا احتقره، لاننا كلنا يجب ان نكون على الحق. اخذت رقم الدوريه واخذت رقمه واخذت رقم السياره واتجهت الى العاصمه ودخلت الى المخفر، ويا لروعه هذا الرجل الذي اجده.
عرفت في نفسي، قلت له انا دكتوره غنيمه محمد العثمان الحيدر، وانا استاذه في كليه التربيه، واحنا ندرس الطلبه والطالبات الاحترام للقوانين، ولكن اذا انتم عندكم واحد اللي طبق القانون خرق القانون شو تسوي له؟ قال ما يصير. هذا انت يا مخفر، بيض الله وجهه. كان من يعني الحمدان على ما اتذكر، بس ما يجي في بالي اسمه الاولي. وطبعا اعطيته الرقم وقلت له هذا رقم تليفوني وان شاء الله انا ما اتبلى. اللي فرحني فعلا فرحني ان هذولي يابوهم وما انكروا، وهذه انا اعتبرها طبعا الاعتراف بالحق فضيله، بالحق فضيله اعترفوا وقالوا فعلا احنا غلطنا، وثاني شيء احنا يعني ردينا عليها رد يمكن ما كان لائق، والشيء الثالث ما كنا متوقعين ما خذوا الموضوع انه تاخذينه بجديه. وفعلا قال شنو تبي؟ قلت له انا كونهم هو اعترفوا انا ما ابي اي قانون يعني ولا باي شيء يعني، بس ابيهم يحترمون القانون. صدقيني اختي فاطمه، ومع حبي وتقديري حق كل انسان كويتي، لو يشوف اي انسان يغلط ويتابع في الغلط بالاسلوب الطيب يتهيأ لي راح يغل الغلط ويكثر الصح. نحارب اللي يقط كلينكس، نحارب اللي فتش الدريشه ويقط بطل، نحارب الانسان اللي يطق الرصيف ويطلع، نحارب كل خطا، كل خطا هو ذا امن. امنك في بلدك، في اكلك، في شربك، في نومك، في شارعك، في نظافتك، هذا امن. يفتح الباب هالسواق ما نحدد الجناسي جنسياتهم اكثر، وبعدين من يشجعهم ويبصقوا على الارض. هذا لون معزبه باللغه العربيه، لون معزبه مالته الشويتيه، تعرفوا ايش تقولوا، لون معزبه عذبه ما سوت كذي، لكن المعزبه الظاهر ما تشوفه ولا تنصحه. يعني اشياء كثيره، انا مره واقفه عند باب المستشفى الامير وساد على ساد على اسعاف، اقول له واخر، يقول انا ما واخر، ماما يقول واقف هني. قلت له ماما ما تدري انك انت واقف مع الاسعاف؟ يقول روح روح. قلت له احنا نادي لك شرطه؟ قال روح نادي شرطه انا ينطر. يعني هذا احنا كلنا في الكويت فينا قولون وسكر وضغط، فيعني زياده كثيره. يوم القولون فناديت له شرطي وفعلا وخره وانا ارتحت. اما المخالفه الثانيه لا صار عليه خلصنا الحين. بس طبعا خلوا عقابهم اللي ما يعرفونه، بس انا بلغ الواحد الثاني واقف على ممنوع الوقوف. واقف على الخطوط العبور الدورية، واقفة على ممنوع الوقوف، وخطوط كانت معبر أصفر والأسود، أصفر وأسود ولا عبور شارع أبيض وأسود. فجيت قلت له عندك مخالفتين؟ قال نعم. قلت له أنك واقف على الأصفر والأسود، واقف على عبور المشاة، وإني في عبور المشاة في مكان كذي من معاقين، فإذا سمحت وخر سيارتك ولا نحن راح أحرر لك مخالفة أروح أشتكي عليك. قال من صدق؟ قلت له إيه. قال لا يا معودة، قلت له وخر سيارتك. أي وخ... ففعلا هذا تعاون معي فعلا وخر سيارته. فأنا يعني أحبهم وأحترمهم، هذول هذول أهلنا، سوق النجدة ولا سوق طبعا اي سيارة حكومية، هو ولد البلد، مواطن في البلد، ولكن لما انا احط ايدي بيده وانصحه واوجهه لتطبيق القانون، وخصوصا هو يعني عفوا اذا انا اسوي مخالفة انت تسوي مخالفة، احنا بشر نخطئ، بس هو تعلم على القانون اكثر منا، وهو يحافظ على القانون اكثر منا، وهو يخاف على بلده مثلي ومثلك، بس لازم يطبقه اكثر. فهذه ما شاء الله عليك دوريته وخرها وخرها وما سوينا له ولا شيء. ومن ذاك لهاليوم والله انا وايد معروفه غنيمه يمكن عندهم لا والله بس مرتين، بس مرتين. ولكن انت تصلحين على فكره انك في كليه الشرطه النسائيه، برافو والله عليك. احنا كلنا في كليه، احنا هذا كليه الوطن، احنا احنا كوننا ندرس في كليه التربيه الاساسيه، ندرس اساتذه عفوا ندرس طالبات راح يصيرون مدرسات واساتذه في المستقبل، اذا انت اعطيتيهم المثد والاخلاقيات والقيم اللي هم يبنون عليها الركيزه الاساسيه، انت تفرحين والمواطن يفرح والاهل تفرح كلهم، لانه اللي راح يطلع من هذا النتاج راح يطلع يبيض الوجه للمجتمع. نعم. نعم. دكتوره غنيمه، في مقدمه البرنامج تكلمت عن الولاء، يعني انت كدكتوره وتعلمين الامن الترويحي ومرشحة أيضا، أنت نسيتي ما عرفت عن نفسك، أنت رشحتي وزاملنا بعض في عام 2008 أظن، أنت 2006 و2008 أنت نزلتي قبلي 2006 و2008. بالإضافة يعني أنت عندك الخط السياسي والنهج السياسي هذا في دمك وأصبح في دم كل كويتي. مفهوم الولاء شنو هو الولاء؟ حقيقة كلمة ولاء، بس كلمة ولاء ليست كلمة لها مدلول مادي، طاولة، كرسي، فنجال. كلمة ولاء كلمة ليس لها حجم وليس لها ثقل وليس لها شكل، ولكن الولاء كلمة تحمل أحاسيسك، تحمل مشاعرك، تحمل خوفك، تحمل أملك، تحمل ألمك، تحمل كل ما في داخلك من شيء للأرض، للوطن، للبيئة،
للسكن اللي انت انولدتي فيه، وامك وابوك قبلك واهلك واهل اهلك، اللي احنا فتحنا عيننا لقينا احنا اهلنا واهل اهلنا، يدي نوخذه وابوي بحار اللي لاصوا الطين وبنوا سور الكويت، هذولي اهما احنا نتاج مالهم، احنا الولاء اللي نفذه اهما، عملوا في بحر، عملوا في قوس، عملوا في بناء، عملوا في بيع، عملوا في شرع، عملوا في كدح، احنا وانا وانتي كل مواطن كويتي احنا نتاج هذا ذاك الجيل اللي بنى لبنة أساسية مع العائلة الكبيرة آل الصباح، وعشان يصير للكويت اسم وعلم وموكز وموقع ومركز في العالم كله. الولاء هو كلمة كبيرة كبر الكون كله، حب وخوف وتضحية، وتضحية في الغالي والنفيس لأجل الكويت، لأجل قلت لك حبة حبة من ذراب الكويت، فأنت لما تحبين ذرة من تراب الكويت فكيف الكويت كلها؟ نعم. لا تقدر. أخذ اتصال من فاطمة المطيري، نقول ألو. هلا أختي فاطمة. مساء الورد، شلون حبيبتك؟ مساء أختي غنيمة. هلا فيك، هلا حبيبتي، والله يبارك في تلفزيون شاهد خلانا نشوفك أختي. شكرا. غنيمة، شكرا، حياك الله، لو سهلة. الله يسلمك. بالنسبة للولاء، الولاء شيء رضعناه من صغرنا، الولاء ما يدرس بالكتب ولا يطبع بالأطباع ولا يعلم تعليم، الولاء شيء نابع من النفس، رضعناه من طفولتنا. أي والله. إلى أن رعينا، وإحنا شفنا شلون الشعب الكويتي ضرب لشعوب العالم أروع الأمثلة في التسعينات، يعني ضربنا أروع الأمثلة في ولائنا لأميرنا الراحل رحمه الله، وفي حبنا لأرضنا وفي استبسالنا لأرضنا. فالولاء شيء نابع من النفس. نعم. نقول الله يخلينا إن شاء الله ديرتنا ويحفظها. آمين. آمين رب العالمين. في قائدها الكريم الحبيب صباح الخير حبيبتي، عسى الله إن شاء الله يطول بعمره ويخلي لنا. آمين. سدرة تظلل على هذا الشعب العربي. ومهما اختلفنا. أنا مهما اختلفنا. فاطمة تحاكيك احنا طبعا غنيمة. مثل ما قلتي إن الولاء هو حب، أنا أقول أيقظ شعورك بالمحبة إن غفى، لولا الشعور الناس كانوا كالدمى، أحبب فيقضوا الكوخ قصرا نيرا، وابقض فيمسي الكون سجنا مظلما. الله. الحب هو الولاء. لا. هو صح الولاء. صح لسانك. والحياة كلها تبنى، والأوطان تبنى بالحب، لا نقول إن تبنى بالتكاتف وإيد بإيد، تبنى لما كل فئات الشعب وكل طوائفه كلهم ينسلخون تحت مظلت أنا كويتي. الحمد لله. نعم. إن شاء الله نظل كويتيين قول وفعل وعزومنا إن شاء الله قوية. حتى الاختلافات اللي تصير ترى هذه شيء طبيعي وشيء صحي، والحمد لله الحمد لله إن في ظل حاكم عادل. الحمد لله. الحمد لله. عسى الله يطول بعمره إن شاء الله ويخلي لنا يا رب. آمين يا رب. آمين. العالمين. ويحفظ كويتنا من كل مكروه وشعبه. الله يسمع منك. شكرا على المداخلة. مشكورة يا فاطمة. تسلمي لي يا فاطمة. تسلمي لي. شكرا. تكلمنا عن الولاء، والولاء كلمة كبيرة قلت عنها، ومدلولاتها أكبر وأكبر وأعمق، هي شعور الإنسان الداخلي لهذا الأرض الوطن. وجوده. طيب إحنا الحين مرينا في أزمات، والأزمات متوالية مثل المقدمة اللي ذكرتها دكتورة غنيمة، والناس خايفة تقول لك إحنا ما ندري هذول بعض النواب المؤزمين بعد باكر عقب يطلعوا لنا في استجوابات وملوحوا بهالأمر. نعم. قالوا عندنا استجواب حق الداخلية واستجواب حق التجارة واستجواب سطروها لنا. نعم. تسطر الحين تعزيز الولاء، يعني إحنا منتكلم وخاصة هالحلقة وأنت كونش تربوية في كلية التربية الأساسية، حلقة اليوم يا دكتورة غنيمة حق عيالنا. نعم. شبابنا. نعم. شنو دور مؤسسات المجتمع المدني؟ شنو دور جمعيات الدفع العام؟ قولي لي يا دكتورة غنيمة. حقيقة أختي فاطمة إحنا مو جايين نجامل بعض. لا. هذا الشاهد يشهد على كل شيء، والله شاهد في سماء. إحنا نحب الوطن ونخاف على الوطن. الوطن يبقى والأشخاص جيل بعد جيل، وهذه سنة الحياة. نعم. من لم يولد بعد فسيولد أيضا ويموت. صحيح. ولكن الإنسان يذكر ماذا فعل هذا المواطن الكويتي لأجل هذه البلد وهذه القوانين.
احنا ما نبي التأزم ولا نبي الأزمات، ولا أحد يبي عدم الأمن. واحنا قلنا أن الأمن هو استقرار وطمأنينة، وعكسه خوف وجزع، وتنامين مثل الدبابيس تقززش على راسك شو بيصير في ديرتنا شو بيصير في وطننا، وهذا الكل يرفضه. أختي 25 ضدهم 22، هذول 22 مو دائما هم يصيرون على خطأ، احنا ضد